Welcome to Alive in Baghdad, video blogging from the Middle East. بالنسبة لك أنت كشرطي، ما هو رأيك في حظر التجوال؟ وما هو العمل الذي تقوم به في أوقات حظر التجوال؟ والله حظر التجوال يعني فد عملية تساهم في تضييق الفرصة على الإرهابيين. يعني خلال فترة حظر التجوال يعني نادرا ما تصير عملية إرهابية. أي فحظر التجوال ده يساعدنا كلش بعملنا وبمهمتنا الشرطة العراقية. أي وإحنا خلينا حظر التجوال بالأيام العادية من الساعة 8. أي وبالنسبة ليوم الجمعة خليناه الساعة 11 الصبح حفاظا على أمن المصلين، حتى المصلين يوصلون للمساجد بدون أي خوف بدون أي رعب. وما يخلون ببالهم انه اكو سيارة مفخخة راح تجي تنفجر يم الجامع. كيف تساعدون المواطن العراقي في فترة حظر التجول؟ يعني مثلا هسه سمعنا احنا عن حالات مرضية مثلا تصير في موقع حظر التجول، شلون تحلون هذه المسألة؟ نعم، بالنسبة للحالات المرضية بالنسبة اكو ناس مخالفين يخرجون اثناء حظر التجوال نحيلهم للقضاء. بالنسبة للحالات المرضية كانت تكون مرأة حامل او شخص مريض، فاحنا نوصلهم بسياراتنا للمستشفى اللي يريدونها. طبعا انه يعني ازدياد نقاط التفتيش يقلل الفرصة على الارهابيين ان ينفذون عملياتهم الارهابية، ويساعدنا ان نمسك اكبر عدد ممكن من السيارات المفخخة وابطال مفعولها. لكن المشكلة اللي تواجهنا حاليا هو انه السلاح اللي عندنا اقل كفاءة من سلاحة الارهابي. فاحنا نناشد الدولة ونقول لها انه يعني هل من المعقول ان تكون ان يكون الارهابي اللي يقتل ابرياء عنده سلاح اكفأ من سلاح الشرطي اللي دافع عن المواطن العراقي؟ هذا الشيء مو معقول. اذا كانت عندك رساله تحب توجهها للشعب الامريكي فما والله رسالتي للشعب الامريكي ان اقول لهم مشكورين على الجهد اللي قدمتوه لنا اياه وعلى الاموال اللي صرفتوها من اجل تحرير العراق وتخليصنا من الدكتاتور الأكبر اللي هو صدام حسين وإبقاء القبض عليه وإحالته إلى العدالة ومحاكمته. لكن لهنا وكافي، يعني هسه احنا قادرين على أن نمسك زمام الأمور بيدنا، والحمد لله والشكر يعني لأن نقوم بمهماتنا ووظائفنا بشكل مرتب ومنتظم. لكن مثل ما تشوف أنه المواطن العراقي يسأل، يعني اكو حالات تصير يعني مثلا بالسجون العراقية بتصير حالات اضطهاد للسجناء من قبل الامريكان. فشنو تفسير هاي؟ شنو تفسيرها؟ فيعني العراقي يسأل يقول هل من ممكن الامريكي اللي حرر العراق يضطهد السجين وسط حالات الاغتصاب وحالات التعذيب؟ فما مدى نعرف شنو هاي شنو سببها. بالنسبة للشعب الأمريكي يعني إحنا بالنسبة لنا نعزهم ونحبهم ونقولهم إذا تحبون تشرفونا وتجون ونضيفكم هلا بيكم. وأنا أمنيتي يعني من أنا صغير هم أتمنى أن أسافر للشعب الأمريكي. الأمريكا بلد جميل جدا من أجمل بلدان الدنيا اللي خلقها رب العالمين. أخ علي، أكو شيء تحب تضيفه؟ والله أتمنى العراق يصير بخير، أتمنى القوات الأمريكية تنسحب، وإن شاء الله رب العالمين يوفقنا للقبض على الإرهابيين وتضييق المجال عليهم إن شاء الله.